السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم وألف مرحبا في قناتي وقناتكم أفكار. في دقائق اليوم جبت لكم فكرة رائعة لعملة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي كيكة المنظارين أو كيكة ديال جد بسيطة سهلة وسريعة، كتوجد في دقائق لأنها غير في المقلاة فقط بدون فرن. غادي ندوزو الآن للمقادير والطريقة ديال التحضير. نبدأ على بركة الله. بسم الله. المقادير ديالنا بسيطة، هي جوج بيضات يكونوا بحرارة المطبخ، وعندنا خمارة ونصف من فئة 7 غرام، عندنا كاس ونص ديال دقيق الحلويات يكون مغربل مسبقا، وعندنا نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، عندنا نص كاس ديال السكر، وعندنا شويه ديال الملحه، وعندنا شويه ديال الفانيليا. دقيق مغربل المسبق، الآن غنعملو شوية ديال السكر الكريمة، هدا نرشوه للأسفل. من الأفضل تعملو هاد ورق الزبدة أو أي ورق يكون عندكم، متوفرش غادي تدهنوها بالزبدة وتعملو ليها السكر، راه مكتحرقش. كتعملوها يعني على بوطة مهيلة بزاف باش طيب لكم مزيان ومتبقاش خضرة من الداخل. والليمون راه غيطلق لينا الما ديالو، كنعملو بهذا الشكل هذا. انا قلت لكم عندي المقلاه كبيره، كنفرغ الخليط. اذا كنحاولوا اننا نعملوا كل الخليط من نحركوش المقلاه ديالنا. وغادي نعملوها فوق البوطه. اذا غادي نغطيو
المقلات ديالنا ونرجعوا لكم اللي غادي يطيب ان شاء الله. اذا كيف ما شفتم اللي كطيب لينا الكيكه من الفوق، فاحنا غادي نقلبوها الان. غنعملوا شويه ديال الزبده باش ما تحرقناش، دائما نقص على الحراره. سميدة بحال اللي عملنا في الدوبل، المقلات اللي كانت مسبقا بهذا الشكل هذا. وهنا نحيدو عليها، نحيدوها في الوسط ونحيدو عليها الورق. نخليوها تطيب على مهل ايضا ونرجع لكم مع الشكل النهائي ان شاء الله. غادي نقطعها معكم، ها هي كيف كتجي، كتجي رائعة. نتمنىكم تذوقوها، تردوا عليا الخبر، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله، في امان الله.